আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ মাহমুদুল হাসান আ লাইফ থিঙ্কার ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি আশা করছি আপনারা সকলেই সুস্থ আছেন ভালো আছেন এবং সত্যের পক্ষে আছেন আমরা পবিত্র কোরআনের কিছু সুরা আপনাদের সামনে সহায় শুদ্ধ করা এবং মাস করার চেষ্টা করছিলাম তারই ধারাবাহিকতায় আমরা এই ভিডিওতে সুরা বাইয় না মাস করবো এবং সহায় শুদ্ধ করার চেষ্টা করব। اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البيّنة "لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة" لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البيّنة. رسول من الله أُتِرِكْتُ دُشْتُ جاو رسول من الله يتلو صُحُفًا مُطَهَّرَةً رسول من الله يتلو يتلو صحفا مطهرة رسول من الله يتلو يتلو صحفا مطهرة رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُّطَهَّرَةً رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُّطَهَّرَةً فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ, فيها كتب قيمة فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ فِيهَا كُتُبٌ فِيهَا كَف كَف فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ قَيِّمَةٌ فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَمَا 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 تَفَرَّقَ الَّذِينَ تَفَرَّقَ الَّذِينَ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ تَفَرَّقَ الَّذِينَ تَفَرَّقَ الَّذِينَ, تفرق تفرق الذين وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ ۖ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ ۖ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين لهد... له الدين وما أمروا إلا ليعبدوا الله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وما أمروا إلا ليعبدوا الله ليعبدوا الله مخلصين له الدين وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة حنفاء ويقيم الصلاة حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها إن الذين كفروا ان أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البرية أولئك هم شر البرية أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير, خير البرية إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا جزاؤهم عند ربهم جنات جن... عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عن ضاد ورضوا رضي ضاد رضي الله. رضي الله عنهم ورضوا عنه، 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 ذلك ورضو لمن خشي ربه، ذلك لمن خشي ربه ذلك لمن خشي ربه بيو بروتي سورة عليك بار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تاتيهم البينه رسول من الله يتلو رسول من الله يتلو صحفا مطهره فيها كتب قيمة وما تفرق الذين اوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا رضي الله عنهم ورضوا عنه প্রিয় ভাই বোনেরা আপনারা সকলেই মাহমুদুল হাসান আলাইফ থিঙ্কার ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে লাইক এবং আপনাদের যথাযথ মন্তব্য করতে ভুলবেন না এবং অবশ্যই শেয়ার করে সারা বিশ্ববাসীর নিকট এই ভিডিওগুলো ছড়িয়ে দেবেন আমার জন্য দোয়া করবেন আর হচ্ছে অনলাইন কোরআন অনলাইন কোরআন লার্নিং প্রোগ্রামটির জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ যেন আমার এই স্বপ্নটি আল্লাহ যেন আমার এই প্রজেক্টটি বাস্তবায়ন করে দেয় আল্লাহ যেন বাস্তবায়ন করার মাধ্যমে আমার স্বপ্ন পূরণ করে এবং শত শত মানুষেরও যেন মানুষও যেন উপকৃত হয় সবাই আমার যেন দোয়া করবেন আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি